في فترة من الفترات كده مدحت شلبي كان ماسك في جملتين: من جور السعيد يسعد ومن جور عبد الله السعيد بيسعد. لا 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 لا، كنا فاهمين ان دي سعادة، بس لما جورنا موسيماني عرفنا معنى انك فعلا تجاور السعيد فتسعد. مجاورة موسيماني فعلا هي المعنى الحرفي للجملة اللي كان بيقولها مدحت شلبي دي، لان مالناش دعوة احنا كتكتيك، ومالناش دعوة كتشكيل، ومالناش دعوة بشكل الفريق عامل ازاي الشوط الاول، ولا تخلت موسيماني عامل ازاي. اهم حاجة ايه؟ ان احنا طالعين كسبانين، وطالع كسبان وايه؟ وطالع بطاقة بالسوبر الافريقي اللي بقالي فترة طويلة جدا ما بلعبش نهائيات وما بكسبوش، وكمان ايه؟ فطلع في نفس الموسم واخد دوري ابطال افريقيا، وكمان واخد بروزيت كاس العالم للانديه. دي مش مجاورة سعيد يا معلم، ده احنا مجاورين سعد السعد يا باشا، احنا كده مش مجاورين سعيد. فكاوت نيجي تقعد تتكلم مع الراجل بقى تكتيكيا. لا الاهلي مش تكتيكيا، مش مشكله في النهايات الحاجات دي، اهم حاجه في النهايات اللي يحصل فريقك يكسب ويطلع متوج بالبطوله. ليه؟ لان محدش بيذكر المركز التاني يقدم مباراه عامله ازاي، كل بيذكر دايما في النهايات الفائز، واحنا الفائزين النهارده، واحنا اللي برضه فزنا في نهائي دوري ابطال افريقيا، واحنا اللي برضه خدنا بروزيت كاس العالم للانديه. ما حدش بيركز في الاداء، الاداء في الماتشات المهمه وفي البطولات مش مهم، اهم حاجه انك تطلع متوج بالبطوله. فرديات لعيب زي طاهر محمد، فرديات لعيب زي محمد شريف، اللي محمد شريف في الماتشات دي انا قلت لك ان محمد شريف ده مش من جوله سعيد يسعد مع موسيماني بس، لا، محمد شريف لعيب في منطقه الجزاء مشاكس جدا، مجتهد جدا، الكل بتحبه جدا. فلعيب زي ده ما ينفعش انك تقعده على الدكه، ده حطه في الملعب وحطه بطنك بطيخه صيفي ان هو هيطلع بالميت ما خلصتك الماتش بجول. وفعلا محمد شريف في عز ما الاهلي ما بيلوش الشوط الثاني قدر ان هو يسجل الهدف الثاني علشان خاطر تغييرات موسيماني اللي ما كانتش ليها علاقه ابدا بالشكل الهجومي. مره واحده كده تلاقي قفشه سخن وبدا يخش اجواء الجيم اللي كان ضايع منه الشوط الاول، وتلاقي ان نص ملعبك مره واحده كده جاله ثقه ان احنا ابطال يا جماعه، احنا ابطال افريقيا بجد بقى، ما ينفعش احنا ان احنا كل مباراه نلعبها بطريقه سيئه، وده نهائي سوبر. فقدرنا ان احنا الشوط الثاني نقف على رجلينا، ولما وقفنا على رجلينا صلاح محسن، صلاح محسن ده تقريبا كده يعني موسيماني هو الحاجه الوحيده اللي نقص صلاح محسن. صلاح محسن موسيماني خلاه بيشارك في ماتشات اهلي والزمالك وكمان بيسجل، والنهارده بيشارك في سوبر افريقي وبيسجل. لا يا معلم، انت ال 38 مليون اخيرا عرفنا هم حلال بعد 3 4 سنين كده لما انت موجود معانا، عرفنا ان هم كانوا حلال يا معلم. فعلشان كده يا معلم جو ان انت تتكلم مع موسيماني في اداء والفريق كان عامل ازاي وخططيا ومش خططيا ده مش مهم، اهم حاجه ايه؟ ربنا يجيب موسيماني علينا النعمه بجد والله. يعني شوف انا اكتر واحد في اليوتيوب حرفيا بنتقد هذا الموسيماني، لكن في ماتشات كتير قوي بحس ان موسيماني مدرب نعمه، بحس ان وجود موسيماني على الدكه كده بيدي طاقه ايجابيه وروحيه ليك انك تكسب في اي وقت. مش مهم بقى ادائك عامل ازاي، لعبتك واقفه على رجليها ولا لا، مش مهم، بس وجود موسيماني اوقات كتير جدا بيطمني وبيحسسني ان الراجل ده طيب وربنا بيبارك في الطيبين وهنعرف نكسب في الاخر. انما المدير الفني الاساسي، يعني مثلا انت تتكلم عن المدير الفني النهارده طلعت بركان، وان ازاي الراجل كان محضر للاهلي كويس جدا اطلاقا هيتنسي ليه؟ عشان خاطر الفرقه خسرت. وده برضو اللي كان هيحصل مع اوناي امري في نهائي اليوروبا ليج، اوناي امري بلعيبه نوعا ما فرداتهم اقل بكتير جدا من مانشستر يونايتد قدر ان هو يكسب مانشستر يونايتد، فوقتها عمل المعجزه وعمل الحاجه اللي الناس مش تقدر تنساها، انما لو كان خسر كنت هتقول عادي يونايتد هو بطل اليوروبا ليج. ده بالظبط اللي حصل معانا النهارده، احنا فرديات قويه جدا جوه الملعب، ومدير فني عنده روحانيات قويه جدا بره الملعب. غير كده يا معلم انا لا اداء بقى ولا حسين الشحات بيعمل، مش عايزين نركز في الحاجات دي. المهم احنا نركز في ايه؟ ممكن تعمل لايك للفيديو معلش، يعني ما هي مجاوره موسيماني مش تبقى مع موسيماني بس، اعتبر مجاوره اخوك مثلا انا في القناه بتسعدك، فاعمل لايك للفيديو لو عجبك، وما ينفعش الفيديو ما يعجبكش، لان احنا كهلاويه النهارده يوم استثنائي بالنسبه لنا وحاجه مبسوطين بيها، والذهب للذهب دايما، وربنا يخلي الاهلي دايما ان هو مصدر فرحتنا الوحيد في هذا الوطن الجميل الحبوب اللي احنا عايشين فيه. فعجبك الفيديو معلم، ما ينفعش لو عجبك لا اعمل لايك يا معلم معلش، مش هطلب لا المره دي مش هقول لك براحتك، لا اعمل لايك للفيديو ده يا اسطى.